مرحبا بكم متابعي القناة، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون من مجوهرات رؤى، المحل الخاص ببيع الذهب 18 كارة، المحل اللي كاين في قصرية الزموري في شارع عبد المؤمن حتى درب غلف بمدينة الدار البيضاء، وكيدير الإرسال في كازا وفي جميع مدن المغرب. في الفيديو ديال اليوم غيكونوا دي برومو غزالين بمناسبة نهاية السنة، عقلوا مزيان، فقط أثمنة غيكونوا حصريين في هاد لا فيديو هادي في مجموعة من لي زارتيكل، فاستغلوا الفرصة. أنا بغيت نوريكم غير بالنسبة المحل فكيف ما كتشوفوا مع الدخله ديال القصريه كطرق على يدكم اليمين، مباشره كتلقاو المحل ديال مجوهرات رؤى اللي غادي يكون فيه الفيديو ديال اليوم. دابا حنا عند خويا زهير، غادي نبداو الجوله ديالنا ان شاء الله في الجديد. كيف ما كتشوفوا معايا جبت لهم حتى الموديل جديد اخر ما كاين، فوالا هذا حتى هو من الموديلات الجديده اللي خارجين دابا لا طوندونس. تبارك الله عليك خويا زهير. بغيت نسولك في الاول ديال الحلقه، في البدايه ديال الحلقه، الذهب شحال داير اليوم؟ دابا حاليا 400 درهم. دابا حاليا 400. ديك المره فاش كنا صورنا كان داير تقريبا شي 410 415، دابا داير فقط 400 درهم. بالنسبه كاين بعض الناس كيقولوا لي شحال كيحسب الذهب مثلا، ديما كنقولوا حنا هذه القضيه، بحال دابا كاين شي قطع كيتحسبوا العبار زائد الموديل ياك والخدمه. فوالا دابا اللي دابا الا دخلتي عند شي ذهبي قال لك 400 كيهضر معاك على الدمالج، يعني هما كيتباعوا العبار الدمالج يعني حسبيين اولا لا ماتيغ بخومييغ. ديك 400 درهم ياك كتكون ديال باش كيتشري الذهب؟ لا ماشي السبيكه بوحدها، السبيكه كدير 380 درهم، 375 درهم، 375 درهم دايره اليوم. فوالا كتزاد الخدمه الديوانه وداك الشيء المهم كيحسبوها. دابا الدمالج كيحسبوهم ب 400 درهم من غير الدماج، الدماج الحسبيين دوك العاديين بحال اللي صورنا ديك الخطره، ديك الخطره ديال المفتوح دوك اللي مبروم سامبل وفيهم مشكلات بزاف. فهمت. بالنسبه للقطع الاخرى كل حاجه باش كتبدا مزيان، هادشي اللي كاين ديال 450 درهم، كاين ديال 500، كاين ديال 520 درهم، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين دائما، ولكن هاد القضيه كيتحسب الخدمه والموديل. الخدمه والموديل فوالا، هادشي حيت كيبعث الماتش يقول لك راه الذهب داير غير كذا، علاش هاد المدير داير كذا؟ دابا حيت دابا واخا مثلا الكراماج ديالو هابط، واخا يكون الكراماج ديالو هابط كيكون الموديل هو، علاش نعطيك مثال؟ دابا تقول شي واحد ركب لي كل حجر حسب لي الحجر ما يحسبوش، فهمتيني؟ مع انه كبان كيخدموا، يعني شوف دابا ديك اللي كيسيرتي الحجر اللي كيسيرتي بحال هاد الموديل نيت هذا. نعطينا مثال مزيان، يعني حيت كيكون كل ارتيكل كتحسبوا الخدمه ديال الا كتجي عندك تقول لك راه هذه جوهره حاسبينها بالذهب، حنا دابا هذاك الشيء راه ماشي كنصايبوه ولكن كتفرضوا عليك شي موديلات، ولكن انت كتعجبك هذيك القطعه ديال الذهب كتشريها باش كيبان العشاق ديالها وصافي. اما راه دخلتي في الحيتيه، حنا بغينا نجاوبوا على الاسئله اللي كيطرحوا الناس، تيقول لك راه الذهب داير غير كذا وهذا الموديل غير خفيف وداير كذا. دابا نعطيك واحد المثال زوين، دابا شي وحده كتعيط ليا في الفيديو، ابر الفيديو كتعيط ليا كتقول لي خويا كذا وكذا راه عجبتني هذه هذه شحال فيها من غرام؟ فوالا نقول لها شحال فيها من غرام؟ كنقول لها العدد غرام. شي اللي كاين انا كنبينوا للناس شنو هو كاين، ولكن راه هي باش تعرف دابا حنا راه دابا الذهب راه ما بقاش كيما شحال، هذه كان موديل واحد بصح دابا ولا الموديلات تبهر شحال هذه تبارك الله في الثمانينات وفي الموديلات تبارك الله الموديلات ربعة الموديلات دابا تبارك الله راه يوميا كيخرج الموديلات يوميا يوميا بصح كل مره. هذا دابا فاش كنت قلتي اخر ما كاين هذا عجبني هذا الموديل هذا الشوب تبارك الله زوين موديلات زوينين وكنجتهدوا باش بحال دابا هذا تما تبارك الله يلاه اجتهدنا فيهم ماشي موديلات زوينين هذا ديال ديال بحال داك اش كيقولوا لهم داك الغاب خويك رادكو اللي كتجي بحال رادكو تقريبا هذا نص بنانه يعني باب اجتهاد صح حتى المعلميه تاهما الصناعيه تبارك الله تاهما كيجتهدوا باش كيصايبوا واحد الموديل ما نقدروش نبيعوا على الدبالج هادشي اللي كاين بصح تبارك الله عليك. المهم ان شاء الله كنذكر دائما ان خويا زهير كان ضروري نقولوا هذا التقديم هذا غير باش نجاوبوا على الاسئله، يعني ماشي كنبينوا غير الجديد كنبغوا نجاوبوا حتى الاسئله ديال المتابعات. كنبغي نذكر ان خويا زهير في مجوهرات رؤى كاين في قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن حدا درب غلف مدينه الدار البيضاء، كيدير التوصيل في كازا والجميع مدن المغرب. وبالنسبه للنهار اللي ما تيكونش فيه في المحل هو يوم الجمعه فقط، يعني القصريه كلها كتسد فقط غير نهار الجمعه. اول حاجه بغيت نبدا شنو غنبداو؟ غنبداو لي كوردون دو ما الجديد هادو تبارك الله اللي خدا واحد الاقبال وكيدوروا الناس وكيلقاوهم حنا عندنا حنا تبارك الله هذا بفضل من الله فهمتيني؟ هادشي اللي كاين حنا حيت كنصايبهم حنا بيدينا شتو كيفاش كيجيو دايرين فيهم الجوهر
والذهب. فيه مجوهر والذهب. ودابا هادو البرومو ديال ديال المونة مع صحتنا الحمد لله اللي تبقى تكبرها. الله يحفظك. لا باقا يلاه حتى دابا انا حاطه العصا كنت عاونتك نسالها. الله يجيب الشفاء. هادشي اللي كاين. الله يحفظك. شكرا اخويا زهير بارك الله فيك. درنا لهم 200 درهم. يلاه اللي بغيتو. باب اللي بغى باب المساعدة. نحيد هذا هانتوما شوفوا الناس كيفاش كيجي داير باش نوريكم. وجبتي له بدا في الاحمر. وجبناه في الاحمر وهاد البيض هذا دابا هذا كيجي كاختي. اها. حاليا كاين هاد القطع يعني من بعد يقدر اقول لي صايبها لي نقول لها راه ما كايناش دابا حاليا هادشي ديسپونيبل هذا من اللي نشوف انتما انا غنوريكم البنات وهاد جوج كيجيو دايرين وهاد جوج اختي منى ب 350 درهم هاد الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله غير الثمن ديالو الثمن ديالها ملي يعني برومو انت بغيتي دير لكم دير له الوايت فرايداي بغى يدير لهم حتى هو بغى يدير لكم الهميزات ديال نهايه السنه انا والله العظيم بكره هنا كلشي لبس دابا والله العظيم ما كنرش نزيدو لا ولكن راه داير مجهودك تبارك الله عليك انا ولكن كنربحو قليل ونداوم ونتمنوا من الله الله يحفظك يبارك نتمنوا من الله يبارك لك هادشي اللي كاين والحمد لله بشهاده الجميع الناس اللي كيجيو كيتقداو والله الا تبارك الله غزالين شوف الانسان لابس بخاطر والله الا عندنا داك هو الربح والله الا كيقولوا لي الناس تقول لك مشي التعامل زوين طوب الحمد لله الحمد لله شوفوا الصباقين يعني هادو شوف تبارك الله لي كوردون دو ما كنتي من الاوائل اللي فيتيهم الحمد لله ودابا كاين واحد الكوردون دابا درناه نيت انا نعاود نذكر هذا قلنا 200 درهم 200 درهم جوج 350 درهم جوج ب 350 وهذا الفيديو الثاني غنرجع عاوتاني 200 فوالا يعني سارعوا اليوم تشوفوا دائما التاريخ انت تحط الفيديو اليوم شحال خويا زهير اليوم شحال في الشهر؟ اليوم واحد لو 1 ديسمبر ياك اليوم ولا لو 21 لو 31 لا اليوم لو 1 لو 1 عقلوا البنات كنصوروا لو 1 ديسمبر شتو لو 1 ديسمبر 2020 دابا هاد لي كوردون دو ما راه كاينين في اللوينات انا غنوريهم لكم يعني كاينين في الخضيضر كاين بحال دابا هذا كيجي كارتيي يعني فيه الذهب صفر والذهب ابيض كيبقاو ب 200 درهم في هاد لا فيديو فقط من مورا ان شاء الله هاد الشيء الى في لا فيديو الجايه ما يبقوش بهذا الثمن 200 درهم وجوج ب 350 يعني ملي كتاخذي جوج كتنقص عليك 50 درهم شفتوا وكاين التوصيل في كازا وجميع مدن المغرب التوصيل في كازا دابا حاليا 20 درهم خارج الدار البيضاء 50 درهم ولا شحال 60 درهم 50 50 المهم كتزيدش انت ما كاينش 60 ها انتم في كازا 20 درهم توصيل وخارج كازا ما بين 40 و 50 درهم في امانه شفتوا واحد ب 200 وراه كاينين في اللوينات جوج ب 350 درهم عند مجوهرات رؤى عند خويا زهير وراه فيهم حتى بحال هذا اللي كيجي كارتيي يعني كيجي فيه الذهب ابيض والذهب صفر هاد لي بول هادو اللي تيكونوا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بالذهب ابيض وبالذهب صفر اللوينات شفتوا فنيونين اها شوفوا معايا كاين الخزي شو كنتمنى يكون باين لكم كاين شويبي كاين هاد كاين هاد الشكل هذا هادو شكيلات اخرين هادو هادو شكيلات اخرين هادو 300 درهم تماما احنا خليهم غنوريكم الشكيلات الاخرين بقاو معايا المهم عقلوا البنات هذا واحد ب 200 جوج ب 300 دائما في السنيسلات قبل ما نوريكم هاد لي زونسومبل الغزالين بغيت نوريكم هاد السنيسلات هادو شوفوا الفنه هذه ديال في بالحجيره شفتوا 1750 درهم 1750 كنذكر دائما ذهب 18 كاره وكاين هادي اللي فيها الخريشيشات ديال النجيمات وحدين عامرين وحدين خاويين كتبقى ب 1350 درهم 1350 درهم غنوريكم واحد لي زونسومبل بعجاله قبل ما نوريكم واحد سنيسلات غزالين كاين هاد لونسومبل هذا 3100 درهم باش نحاول نرضي جميع الطلبات ديال المتابعات لان كيقولوا لي ما كت يعني وريتيني هادي ما كتوريناش هادي نوريكم شويه شويه من الحاجه هادي هذا 3100 درهم كيجي اونسومبل فيه الحلقات والخاتم والسنيسله بالبوندونتيف ديالها كيف ما كتشوفوا في اللون الاحمر كاين هاد ستيل هذا شوفوا معايا هو كيجي فيه الحلقات الخاتم والسنيسله بالبوندونتيف ديالها هانتوما كتجي من هاد الجهه ومن هاد الجهه بحال هكا صيغتي بالحجيرات الشكل ديالو انيق جدا تلبسيه حتى هو هاد الموديلات هادو بحال هذا تلبسيه كل نهار 4350 درهم 4350 درهم كاين ايضا هاد لو موديل هذا الرائع هذا كيف ما قلت لكم اللي خارج دابا طوندونس شوفوا معايا دا فيه الحلقات فيه الخاتم فيه سنيسله بالبوندونتيف شفتوا كيجي غزال والثمن 6200 درهم 6200 درهم وريتكم هاد السنيسله هادي قبل ما نوريكم هادو غزالين غنوريكم هادي شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره كتجي فيها سنيسله ديال شوبار رقيقه مع لي بول في الصفر والبيض مع واحد الرزيمه هنا تاع لي بول شوف كيفاش كتجي دايره كيجي اميني سوطوار الثمن ديالها 2500 درهم كيف ما كيبان لكم ها هي 2500 درهم
كاين ثاني هذا لونسومبل هذا، شوفوا معايا ديال الكلو بالخضر، شفتوا فيه سنين، فيه الحلقات، فيه الخاتم ديالو، وفيه كيف ما كتشوفوا معايا سنيسلا بالبوندونتيف سبارك اللي راه كيجي كبيبر ب 4600 درهم، 4600 درهم. كاين ثاني هذا ديال 3 دي، شوفوا كيفاش كيجي داير حتى هو، الناس اللي ما كيبغوش شي حاجه اللي كيكونوا فيها الحجر، ها نتوما فيه الخاتم، فيه الحلقات، وفيه البوندونتيف، هذا ما كتجيش فيه سنيسلا، فيه غير البوندونتيف. 3350 درهم، 3350 درهم. وعاد غنوريكم هذا الموديل، هذا حمقني حمقني، شفتوا هذا ديال غادكو، هذا واش كل وحده الثمن ديالها ولا كيفاش؟ دابا بان لك غير بان لك الفرق واحد شويه شيخ، هذه 3200، هذه 3100، فوالا مفرقين 100 درهم تقريبا، 100 درهم. هو كاين واحد شويه ديال الكبر شتي، الا بان لك اختي بصح انا غندور بلاتي على حساب الضوء، ها انتم شوفوا معايا هادي كتجي فن. يلا شتي دابا قبل ما نصور شفت واحد الكليانه ديالي قيسه صافي خداتها، شتي شحال زوينين البنات. هادو باقي عندكم لي غورميت ديال لي ديالهم؟ لا ما بقاوش، هادو يلا جاو، هادو يلا جاو، يكونوا لي غورميت. تقدر مثلا تاخذ هذا وملي تجي لا غورميت تاخذها حتى هي. هذا بحال كيجي ميكس ما بين بنانا والغادكو ياك، فوالا ما بين البنانا والغادكو. هذا 3200، هادو اللي لتحت، واللي الفوق صغرنهم بشويه 3100 درهم. شتو فنين فنين، شوفوا معايا السنسله شحال غليظه ديالهم، ها نتوما شي حاجه فريمون رائعه جدا. بقاو في هاد السنيسلات هادو، شوفوا معايا ثاني هاد لو موديل، كاين هذا 1800 درهم، شوفوا معايا كيجي فيه سنيسله بلي بوندونتيف بهاد بحال واحد الطريف ديال الذهب، انا كيف ما كتشوف بحال البلاكا، شفتوا 1800 درهم. وكاين هذه كتجي بحال اميني سوطوا حتى هي فيها بحال ريالات، كتبقى ب 2000 درهم، شفتوا هذا ب 1800 وحده ب 2000 درهم. فوالا غنتقل لكم من السنيسلات، ضروري ما ننتقل لكم الخريشيشات، شوفوا معايا هذه اللي لابسه انا في يديا من الجديد اللي صاوب زهير، هادو كيصاوبوهم، هذه فيها الخريشيشات صح من هذيك اللي كانت في الاول. صح دابا صحيحه كما قلت لك في الفيديو، راه قلت لك راه شحال هذه الناس اللي يقولوا لنا بغيت شي حاجه عادي نعينو وثمن مناسب، ثمن مناسب ماشي دابا جيت نشتهدنا درنا هاد لي بوندونتيف هادو درناهم صحاح قاصحين، انا شفتهم البنات ولكن قصحناهم. فوالا السنيسله كتبان كبيره بالنسبه للثمن ديالها، راه البركه وصافي. شوف فنه كتجيب 1300 درهم البنات، 1300 درهم تبارك الله، مطلوبين مع الناس تبارك الله مع الثمن اللي داير اليوم، حيت دابا نورمالمون هادو كاينه السيده اللي كتسولها مثلا شحال هذه كتقول لك خديتها ب 3000 درهم. الجار ديالي البارح نيت، البارح ديالي الجار ديالي نيت بحالها تقريبا، الله يلا شي 2000 درهم. فوالا شفتوا هذه فنه يا البنات، ولكن سريعوا هادو ما تشاهم شحال عندك فيهم هادو؟ ما كان يلا دابا جاو شي كاين تكون شي 5 البياسات، دابا فيهم 5 البياسات لي بوندونتيف قاصحين، كتجي عاطيه للعين البنات، فيها الخريشيشات فيها تقريبا شي 5 الخريشي 5 لي بوندونتيف وب 1300 درهم. من الجديد الثاني اللي جا عقدتو البنات هذيك الفان كليف اللي كنت وريتكم وخديت نيت بحالها انا في الكحل، جا فيها الخضر وجا فيها البيض، كاين البيض ديالها، كاين البيض ديالها اول نوريه ليهم ياكو، نفس الثمن 600 درهم البنات، شفتوا كيفاش كيجي دايره، ها هي 600 درهم كتجي خطيره في الايد. كاين البنات حتى هادو، وكاين هادو تما كنا داير لهم 600 درهم، هادو شنو هما سنيسلات؟ هادو غورميط، غورميطات شوفوا معايا ديال الخريشيشات 550 درهم. ها انت حط لي على يدي يا خويا زهير، ها انتوما ها فيها جوج، لا وحده، ها وحده ما نسحبوش فيها جوج، شوفوا البنات يعني هذه فيها لي بوندونتيف وهذه فيها لي بوندونتيف بوحده، هذه هي النجيمات. شتو شحال كتبقى قلتي لي؟ 550 درهم، شتو البنات 550 درهم، اليوم وريناهم ابتداء من شحال؟ من 200 درهم، 180 درهم جوج 200 درهم، فوالا من 200 درهم وجوج 350، جوج 350 شتو فنين 500، قلنا 550 درهم، 550 فنين فنين فنين. كاينه 1300 هادي، هادو 550 درهم، كاين هادي 600 درهم، والنوا باقا النوار ما كايناش، ولكن الا بغات سيغ كوموند الحمد لله كنصيبو بزاف، حنا تبارك الله عليك، حنا حريفيه، الله يحفظك الله يحفظك ما كذبتيش هادي البنات. وبالله حيت كيعجبني ماشي غير كتشري، كتصاوب كتشوف شي حاجه ديالك، العدد ديال الناس الحمد لله كيجيو عندنا هنا كتقول لك بغيت هادي كنحيدو لها هادي كنقول لها هادي بزاف، تبارك الله عليك. شفتوا 600 درهم هادو بغيتوها في النوار سيغ كوموند، حيت ما بقاتش كاينه في الخضيضر وكاينه في الابيض. كاينه البنات حتى هادي 850 درهم كيجيو فيها هكا لي بول، شتو كاين الموديل الجديد دائما دابا اللي داير ضجه 1300 درهم،
1300 درهم كاينه كبيره ديالها هي الشاك ديال 1900. هذه 1900 باش البنات خصني نقيسها لكم، بقاو معايا. ها نتوما البنات شو هذه ديال 1300 درهم، شوفوا معايا ديال 1950، شوفوا كيفاش كتجي في الايد 1950. وكاين هي الكوردون دوما اللي وريتكم قبيله، ها هو ب 700 درهم. ها نتوما البنات في اللوينات شفتوا، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنقول لكم كل سيده على حساب البيدجي ديالها، يعني من حق اي سيده يكون عندها قطعه ديال الذهب اولا فين ما تشهى مثلا شي حاجه ديال الذهب تاخذها باقل ثمن. كل سيده على حساب الجيب ديالها وعلى حساب الاحتياج ديالها. بيان سور انا كيعجبوني هاد لي غورميت، كيعجبني انفيستي فيهم في الغاليه وفي الرخيصه. علاش؟ لاني كتقدري ديريهم كل نهار. وتبارك الله زهير عجب لكم في هذا الشيء سورتو ديال لي غورميت وديال لي كوردون دو ما، يعني شكيلات غزالين كل مره تيجي بالجديد. شوفوا معايا دي ديال فانكليف دايره 1600 درهم. كاين تاني هذه فنه، هذه فنه فنه فنه، هذه شحال كتبقى 6000. هذه خرجوا فيها دابا، انا شفت لي بغاسلي ديالها هذا هذا شفنا هذا خرجوا لي بغاسلي ديالها. شوفوا كيفاش كتجي دايره 6000 درهم، تبارك الله ثقيله. ولي بوندونتيف اللي كتبغي شي حاجه عامره، فيها هنا عود، فيها هنايا بحال بحجيره هنا كيف ما كتشوفوا معايا، كتبقى ب 6000 درهم. كاين هادو كيبقاو ب 800 درهم، شوفوا معايا الخريشيشات هادو كيبقاو ب 800 درهم. كاينه بحال مثلا هادي كتبقى ب 1000 و... لا بلاتي هادي بشحال كتبقى ب 1100 درهم. شفتوا 1100 درهم هادي، انا غنوريها لكم شوفوا كيفاش كتجي دايره. شفتوا فنيونه تقدر تجي لكم طقم مع السنيسله اللي وريتكم قبيله كتجي بحالها 1100 درهم. كاينه هادي 1250 بحالها فيها الحجيرات، يعني اللي بغاتها بلا حجر كاينه. ها انتوما راه وريت لهم قبيله انايا السنسله اللي بغات ديرها مثلا. شفتوا ها انتوما كاينه اللي بلا حجر وكاينه اللي بلا حجر على حسب الذوق ديال كل سيده وكيف ما بغاتها تكون. شفتوا كاين هذه اللي كتجي مبرومه، كتشوفوا معايا فنه، يعني الوسط كيجي كله ما فيهش الحجر، وهاد الدوائر اللي كيجيو في الجنب كيجي فيهم الحجيرات، وكتجي السنسله هنايا غليظه وهنا كتجي غدا وكترقاق 1800 درهم. كاين موديلات بزاف بحال دابا هذه اللي كتجي بحال ستيل اغماس، هذه الثمن ديالها 1950 درهم. 1950 درهم السلسله ديالها رقيقه ولكن صحيحه، ولكن البوندونتيف ديالها غلاد كتمسيه كتلقاي ثقيل. سي فغي هادشي اللي كاين. وهاد الغيفيا غادي شحال دايره؟ هادي كدير 3300 درهم. هي هادي 3300 درهم كتجي ستيل غيفيا رائعه بكل معنى الكلمه. انا غنديرها لكم على يدي، بقاو معايا. ها انتم البنات شوفوا، واخا ما كنسدهاش عرفتي البنات كيفاش كتجي في الايد، كتجي خطيره، كتجي فنه بزاف بزاف. خصك ملي كديرها مع لي غورميت مع دبيلجات مع كتجي رائعه وثقيله تبارك الله. شوفي يجيو بحالها بلاتي بلاتي البنات نقيسهم لكم. خصهم شوف ها انتم البنات شوفوا انا قيستهم 2800 درهم. واو يا البنات شحال غزالين بجوجهم 2800. واخا كيبان لكم هذا الوسطاني كبر من الاخر، ولكن في الميزان تقريبا بحال بحال. 2800 درهم مع هاد الغيفياغ هادي اللي كدير 3300 درهم، شي حاجه طوب. واو كل مره الابداع مع خويا زهير تبارك الله. كيبانو بحال ديامون بحال ديامون بحال ديامون، يعني هادي نقدر ندير معاها انايا واحد واحد الخاتمه داك اللي كيكون فيه داك الحجيرات مثلا، ولا اللي كيجي ضير سورتو انه كيجي كله حجيرات بحال هكا. شفتو فن 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 غزال واعر. 2800 درهم كنذكر، هذا 2800 هذا 2800، والغيفياغ الغورمي ديال الغيفياغ 3300 درهم. شوفوا معايا البنات هذا درت معاه هنايا هاد المارغوريت هادي، ها انتم 2000 ياك 2300 2800 شفتوا غير انا درت ناسقتهم. شو كيبان تيبان فريمون بحال ديامون افيك هذيك لا غيفياغ اللي وريتكم، واعرين 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 البنات. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا هذا الستيل هذا ديال 3 دي اخر ما كاين في هاد لي غورميت ديال 3 دي. دابا دارهم خويا زهير بالحجيرات في الاحمر والخضر فنين، الثمن ديالهم 2250 درهم غزالين 2250 درهم. وبالنسبه انا ما تشيتو مع هذا الخاتم حتى هو 3 دي، شفتوا زواقه جديده كيبقى لك ب 1400 درهم. شفتوا بس كيفاش كيجي داير الناس اللي ما كيبغوش الحجيرات. هنا كيف ما كتشوفي ما كاينش الحجيرات من غير هاد هادو اللي كاين هنا غير ديكوراتيف، و هنايا ثاني ما كاينش الحجيرات. 2250 1400 درهم. شفتوا نكمل لكم هنايا، شوفوا هادو كيجيو الثمن ديالهم اللي صغر منهم شويه، انا غنوريهم لكم كيبقاو ب 1750 درهم. ها انتم 1750 درهم كيف ما قلت لكم كاع لي بيدجي
1750 درهم. هانتوما البنات كيفاش كتجي دايره، وجاتني مع نفس الخاتم، اولا بغيتي تاخدي صغر اولا بغيتي تاخدي كبر، انا كنعطيكم غير اقتراحات. 1750 درهم. وكاين واحد الخيشيشات كبارين، الناس اللي كيبغوا كيقول لك بغينا خيشيشات شي حاجه باينه، هادو ب 2400 درهم. شوفوا كيفاش كيجيو دايرين، 2400 درهم فيهم تقريبا شحال، ثلاثه ديال الخريشيشات، اربعه خمسه ديال الخريشيشات البنات، هانتوما خمسه ديال الخريشيشات وكيجيو كبارين وصحاح. انا عاود نديرها في ايديا 2400 درهم، راه وريتكم تقريبا بحالهم قبيله تقريبا، غير لي بوندونتيف صغارين شويه ولكن قاسحين، 2300 ب 1300 عفوا 1300، هادو ب 2400 درهم، 2400 درهم. نكمل لكم دائما في لي غورمي، تشوفوا معايا هذه 1100 درهم، شي حاجه صغيره 1100 درهم. كاينه هذه 950 درهم، هانتوما الشكل ديالها 950 درهم. كاينه هذه 1900، شفتوا كيفاش كتجي دايره، طاحت ليا 1900. كاينه هذه 2300 درهم، حتى هي من الموديلات ديال 3 دي، 2300 درهم. شفتوا كيفاش كتجي، هانتوما مع نفس الخاتم ما حيدتوش، كتجي غزاله. وكاينه هذه 1050 درهم، يعني كي قلت لكم كاع لي بيدجي، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي داير، فنين فنين. دابا غنتقل لكم لواحد الموديلات خطيرين، انا شخصيا خلاوني بالعقل، واعرين 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 لعشاق الاناقه. شوفوا شي حاجه ثاني واعره، حيت كنبينوا لكم كلشي جميع لي بيدجي. انا دابا كل ما بينش هذا غيتقلقوا من السيدات، كاين السيدات اللي كيبغيو بحال هاد الموديلات هادو كيعجبوهم. شفتوا البنات كيفاش كيجيو دايرين، هذا البنات روزاس اللي كيكونوا فيه هاد الحجيرات هادو، اللي تيكونوا حتى هما من العائله ديال ديامون ياك نقدروا نقولوا، فوالا معروفين بالروزا، الروزا شفتوا كتجي فيها بحال هكا مربع ولا مثلث، داك تقطاع ولا ديال ديامون، معروفين كيف ما قال لي بالروزا. شفتوا كيفاش كيجي داير، شوفوا هنايا قداش تبارك الله، غليظ 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 وثقيل هانتوما، والثمن ديالو 16500. ها هي البنات 16500 درهم. وكاين هذا صغر منه شويه ب 12500 درهم. شوفوا البنات نعاود نوري لكم كيفاش كيجي في اللبسه، 16500 درهم تبارك الله ثقيل. ودرت معنا واحد الخاتم، الا بغيتو خاتم بحالو راه سيغ كوموند ممكن تباع، فوالا يعني ممكن يجيبوا لكم اللي بغات طون سيغ طون، اللي ما بغاش بحال هكا الخاتم يكون ملون. وبالنسبه لهذا قلتي لي 5000 وشحال هذا الخاتم، 5000 درهم. شفتوا كيفاش كيجي داير، هذا كيبقى ب 5000 درهم. نكمل لكم البنات مع اللي بغات مثلا حلقات اللي يمشيو مع هاد البغاسلي هذا، تاهما الروزاس ياك، وسال اللون عجبني اللون ديال الحجرات الخضرين بحال واحد الفيغ واحد الاخضر خطير. شو ب 23500 درهم، 23000. دابا حنا جبنا هادشي اختي منى حيت كيجيو تبارك الله العشاقه ديالك، يعني كيبغيو تيقول ما بغاوش غير هذاك الشيء الصحيح، كنحاولوا نشتاهوا فوالا، حيت ملي كندير صغار تيقولوا فين هو الثقيل، ملي كندير الثقيل تيبغوا. حنا حاولنا نديروا لكم هذه الحلقه كلشي الثقيل والخفيف، كيبقاو ب 23500 درهم. وشوفوا البنات تقريبا راه هانتوما شوف قد يدي، ما تبارك الله صغار وكبار، شفتوا كيفاش كيجيو من هنا هانتوما. كاين ثاني هذا الشكل هذا 9200 درهم، 9200 درهم باش عجبني، هذا فيه الغوز ماشي الاحمر، فيه الغوز مع الخضيضر، حلقات حتى هما. كاين هاد الستيل هذا اللي كتجي فيه بحال البلوطه، حتى هما غزالين، هادو ممكن يمشيو مع هذا لان تقريبا في غير داك الفيغ تيجي بحال مهرسين، داك الفيغ تيجي بحال مهرس واحد شويه ديك لا كولور البيضاء هانتوما. والثمن 18400 درهم، 18400 درهم، غزالين. شوفوا معايا البنات ثاني هذا الخاتم، واو يا البنات شوفوا 7000 درهم، 7000 درهم درتو لكم مع الحلقات ديالو اللي كيديروا 9200 درهم، 9200 درهم. شوفوا كيفاش كيجي داير واعر تبارك الله، شوفوا من هنا كبير عليا باش نوريكم الشكل، كيبقى ب 7000 درهم. من الموديلات الغزاله ثاني اللي دخلات هي السنيسله هادي، السرتله عفوا السرتله فان كليف سامبل، شفتو هي من عائله ديال فان كليف مي تري سامبل. الثمن ديالها كيف ما كتشوفوا معايا 14500 درهم، 14500 درهم، شي حاجه غزاله. وبالنسبه للناس مثلا اللي بغاو يهرسوها مثلا يقدروا يديروا معاها موديل بحال هكا اللي كيجي مزوق،
مثلا غير باش يهرسوا هكا من الوسط زعما ديك لا سامبليسيتي وتجي بحال هذا الشكل. وكيلا كيكتبوا لها السي منى عاوتاني سمعنا قطعتك كيكتبوا السميه قلت لي كيكتبوا السميه ديالو وكيلا كيكتبوا لها السميه ديال الاهل ديالو مثلا شي حاجه كتعجبو شي مقوله اولا مثلا كتكتب هنايا زعما اللي ما بغاتهاش سامبل. يعني كاين بزاف ديال الشكيلات كيفاش ممكن تلبس عاوتاني بحال هكا دابا هاد فان كليف هذا حتى هو فان كليف كيجيو هكا هذا الوسط وكيتلبس هذا بحال هكا فوالا حتى هذه زوينه فكره رائعه كيجي سامبل الوسط انا غنوريكم ها انتم ديروا بحال ما كايناش هذه صحيه شفتوا بحال هكا شفتوا كيجي هذاك السامبل هو البسطاني والفان كليف اللي مزوقه كيجيو في الجناب فين ودابا هذا بشحال كيجي الواحد هذا اللي مزوق هذا كيدير شي 5500 درهم هذا 5500 درهم الواحد وبالنسبه لهاد الثلاثه السامبل اللي وريتكم كيبقاو ب 14500 درهم وهنا البنات ضروري ما نوريكم هاد الخويتمات الغزالين الا عقلتوا البنات كلشي هاد فهاد الفيديو هذا كلشي فيه البرومو يعني هادو كانوا ب 900 درهم فهاد لا فيديو هادي عقلوا البنات فهاد لا فيديو فقط ديال لو 1 ديسمبر 2020 غيبقاو ب 850 درهم وفيهم اللوينات كاين الخضيضر كاين الاحمر وكاين الزرق شفتوا والبيض ديالهم اللي كيجي بحال الشكل ديال السوليتير كيجي فريمون غزال 850 درهم بيان سور كاين ثاني بحال هاد الموديلات شوفوا معايا 900 درهم شتو فبحال لوزه هذا موديل جديد كانوا فيه الوان جات قبيله نيت واحد السيده خدات واحد اش من لون خدات بغيت لكم خضر شتو 900 درهم فنيونين يعني هادو كيجيو كاري هادو كيجيو بحال لوزه وكاين هادي ب 1350 درهم هاد لاباك هادي غزاله كتجي بحال ستيل ديال الكلو 1350 درهم بيان سور كاين حتى بهاد الشكيلات هادو هضروا قبيله كنت قلت لكم الثمن ديالهم هادي باقا عاقله 1800 قلنا ولا 2800 ما عقلتش 2800 هذا شفتوا اللي قلت لكم لاليونس كتجي بحال لاليونس والمارغريت شفتوا شوفوا مثلا هاد الشكيلات اللي كاين متوفرين بيان سور كل حاجه والثمن ديالو ما تقلقوش مني الا ما وريت قلت لكم الثمن ديال شي حاجه راه ما كنديروهاش اكسبري هو كل حاجه خصو يعبرها كل حاجه خصو يعبرها كل ما كانش العبر كنا غندوز لكم المحل كامل مي فريمون تتكون سلايه يلاه باقا جديده خصو يعبر كل حاجه ويقول لكم الثمن ديالها راه نتوما كتمشيو عند هيبيه راه كتشوفوا كتدخلوا تتقول لي هذه بشحال تيعبرها لك عادي يقول لك الثمن ما تيكونش حاط الثمن على كل شيء فهادشي علاش كنبغي نوريكم غير الموديلات اللي باقي ما سمحش ليا الوقت انني نعبروهم ونقول لكم الاثمنه ديالهم كاين ثاني هاد الخويتمات هادو شوفوا معايا بالنسبه ل 3 دي عجبني السامبل وعنده حتى اللي بغات فيها حجيره شفتوا كيفاش كيجيو دايرين فنين كاينه اللي ممكن تلبسها كل نهار بحال هذا لو ستيل هذا كيجي بحال ستيل مشاربي كيجي غزال حتى هو عنده متوفر بيان سور كاين ثاني بحال هاد الاطقم هادو اللي حتى هما 3 دي شوف شحال زوينين 5500 درهم كيجي الخاتم الحلقات والسنيسله بالبوندونتيف فنين هادو شوفوا كيفاش كيجيو دايرين غزالين كاين ثاني حتى واحد السنيسلات ما وريتهمش ليكم شوفوا البنات هادي 1500 اللي فيها بحال جوج ديال لي زاليونس شفتوا 1500 درهم بحال ديال كارتيي وكاينه هادي ب 1650 درهم ها نتوما تبارك الله كاين فاش تخيروا كاين ثاني هاد الطقم هذا اللي ما وريتوش ليكم ب 4000 درهم شوفوا البنات فيه الحلقات فيه الخاتم وفيه سنيسله بالبوندونتيف كيبقى ب 4000 درهم 4000 درهم شوفوا معايا ثاني هاد الشكيله ديال الخويتمات تبارك الله زوينين شوفوا هذا كنظن ما شحال ديال الثمن هذا شي 2000 هذا صغور هذا في اونسومبل ديال الذهب شي ليانا بصح هذا في اونسومبل ديال غزال هانتوما شحال كيبقى لونسومبل شي 2200 درهم هانتوما اونسومبل 2200 درهم فيه السنيسله فيه السنيسله لا بوندونتيف وحلقات فوالا فيه البوندونتيف انا غنوريكم والحلقات والخاتم 2200 شفتوا في الخضيضر 2200 رجعوا هنا للخويتمات ديال لي مارياج الكبار راه كاينين متوفرين هذا بحال لابسة انا تقريبا في يديك بحال بحالو 850 درهم بحال هادو الشيء واو شوفوا البنات هانتوما شفتوا يعني ممكن ديري الخاتم بحال هكا شوف كيفاش كيجي داير راه كبير عليا انايا باش نوريكم والبوندونتيف ديالو كيجي على هذا الشكل بشحال كيبقاو لي بوندونتيف نقول اختي فوالا هادشي خصو دابا اي حاجه خصو نورمالمون يعبرها باش يقول لكم الثمن بينما نوريكم الخويتمات هنا اللي كاينين شفتوا هذا 700 700 جلا البنات بوندونتيف كيبقى 700 بالسلسله بالسلسله ب 1100 شفتوا كيفاش كيجيو فيهم اللوينات بيان سور البنات شوفوا معايا ثاني هذا لو موديل هذا ها انتوما
هذا 250 درهم ياك 250 درهم هاو جوج حيت كنصيبوه هادو ديالكم حيت كنصيبوهم بيدينا دابا تمشي شي بلاصه اخرى تقدر تلقاه ب 300 درهم شفتوا 250 درهم تقريبا شحال فيها من الحجيره هنايا تقريبا 10 10 ب 250 عقلوها البنات كاين 10 وكاين 12 بحال دابا كنا خدنا الاولين حنايا ديال 400 درهم فاش يلاه بانوا راه كانوا 12 كويره ديال الذهب هادو 10 كيف ما كتشوفوا معايا ب 250 درهم كنذكر دائما ذهب 18 كاره اللي كاين عند جميع الذهبيه ياك هنا 250 وجوج بشحال؟ جوج ب 500 نضحكوا معكم شويه شتي البنات هادو كيبقاو ب 250 وراه فيهم اللوينات انا غنوريكم اللوينات ديالهم ها هما شوفوا البنات اللوينات شوفوا اللوينات ديالهم يعني كاين فيهم الصفيفر كاين فيهم الكحل اللي وريتكم وكاين فيهم هذا الخضر كيجيو فيهم كيف ما قلت لكم 10 ديال الكويرات ديال الذهب كيبقاو ب 250 درهم سريعوا البنات هاد لا برومو هاد الاثمنه غتكون فقط في هاد لا فيديو حتى هو دار لكم اثمنه غزاله يعني فيديو ديال الهميزات في الذهب بمناسبه نهايه السنه فان شاء الله من وراء هاد لا فيديو هادي غيرجعوا الاثمنه عاديين فسريعوا اللي بغات تاخذ شي حاجه زوينه بثمن قليل ما عليها الا تواصل مع خويا زهير في الرقم نخليكم في صندوق الوصف كيف ما قلت لكم كيبقاو ب 250 درهم كاين ثاني شكيلات اخرين هما هادو ياك هادوك شحال كيبقاو هادو 300 درهم شوفوا معايا هادو 300 درهم فنين 300 درهم كيجيو فيهم 8 الكويرات يعني 4 من هاد الجهه و4 من هاد الجهه وكيجي فيهم هاد الحجيرات هادو شنو هما حجيرات زيركو زيركو هما هادو هاد لي كوردون دو مان زوينين هادو كيعجبوني انايا ها اش قلتي لي كيقول لهم زاخ وكيقول لهم كريستال سي فري هانتوما حيت كيتبارقوا فيهم واحد اللمعه زوينه بزاف ياك 300 درهم 300 درهم نتوما فيهم اللوينات يعني كاين الكحل كاين كنقولوها ديما اي فيديو غنقولوها اي لون طلع لها في الراس ديالها كنجيو كنبدلوا ليها فابور البنات بحال دابا انت عندك الخضر وعشقتي الكحل كتجي عنده كيبدل لك هذا الكوردون هذا بالمجان غير كي هو كما قال لي تعطيه وقيت واحد 24 ساعه ولا هذا باش يلاه يصاوبوا لك تبارك الله عليك وهذا الشيء كتلقاه فقط هذه المعامله هذه كتلقاه تبارك الله فقط عند خويا زهير مرحبا حنا بغينا كل شيء يمشي بالخاطر ديالو الله يحفظك بغيت نقول لهم غير واحد الحاجه الناس اللي عندهم الجوهر انا راه كنت ما وريتوش لكم للاسف بقى في الحال حيت عطيته كادو الجوهر اللي كيت الناس اللي كيكون عندهم الجوهر كيبغيو يقادوا موديلات اخرى كيصاوبوهم كنت انا واحد المتابعه وفاء كنوجه لها تحيه هي صيفطات لي داك الشكل صح راه ما صيفطاتش ليا منى والله علاش عرفتي علاش كيعطيتيه ليا من هنا مشى عند الام مشى عند ماما حيت تعطلت عليها كنت درتو لها كادو خديت لها بوندونتيف ودرتو ليها في هذاك الجوهر يعني هو صاوبو ليا ياك عندك السيده هنا اللي كمكلفه كتصاوب يعني اللي بغاو يكون عندهم الجوهر مثلا موديل غير الجوهر كاع شي موديل كذا تجيب لينا كاع تكون عندها شي موديل في بلاكي اور مثلا تشهاتو في الذهب نصيبو لها تبارك الله عليك شتي البنات بغاتو تصيبو بالذهب نصيبو لها يعني وكتبدلي حتى اللي عندها مثلا شي موديل في الجوهر قديم وبغا دير شي حاجه جديده اولا مثلا بغات دير العكس بغات دير سلسله مع البغاصلي ديالها من 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 جوهر واحد فممكن يعني تبارك الله صاوبو ليا جا غزال هانتوما البنات كنذكر 300 درهم وكاع اللوينات وملي طلع لك اللون في راسك جيب دلي عند خويا زهير بالمجان فوالا هادو 300 نمشيو لهادو شحال كيبقاو هادو 500 تما من جداد ديال فوالا شوفوا معايا هادو كيبقاو ب 500 درهم هادو فيهم ليبول يعني كاين فيهم 8 ديال ليبول زائد بوندونتيف ديال الذهب وتاهما فيهم اللوينات اخويا زهير تاهما اللوينات تاهما فيهم اللوينات دابا مع كنا غنصوروا شحال هادي فوالا غير كنت عيانه داك الشيء علاش مشاو المهم راه الا بغيتو يبغوا شي لوين الغالب دابا الغالب الناس كيطلبونا على الحمر مكحل عرفتها قليل شويه ديال الخزي قليل المهم ان شاء الله غتلقاو اللون اللي بغيتو غير عطيو شويه ديال الوقت ويصاوبوا لكم دابا هو الكحل شتي ها هو ها نشوفوا هو الكحل ديالو ها هو الكحل البنات هانتوما هانتوما الكحل الكحل عاوتاني ها هو شكيل اخر اها شفتو هما هادو هما الاكثر طلبا واللي كيمشيو مع كلشي شفتو هما البنات ها نتوما 500 درهم باش كيبقاو كنذكر التوصيل كاين في كازا وفي جميع مدن المغرب يعني حتى السيده اللي مغاتش ديبلاصا للمحل كنذكر كيكون ساد غير الجمعه فقط فممكن لا كوموند ديالها توصل حتى للدار فقط ب 20 درهم غنوريكم ثاني موديلات اخرى غنبقاو دائما في لي كوردون دو ما هذا الجديد طوب حمقني شوفوا معايا يعني هذا الموديل الجديد اللي خرج دابا عنده شي سميه جو بونس عنده واحد السميه انا مشات كان قالها لي خويا سعيد كان قالها لي قلت له كان بغات واحد هذا وبقى مع الوقت وقال لي السميه ديالو نسيتها مشات لي من بعد شفتوا دار لكم حتى هما وكاينين حتى هما في اللوينات
كيحمق 700 درهم البنات شفتوا هنا كيجيو هاد العقد هادو راه كيجيو جوهر هادو حنا درنا لهم عاوتاني واحد التشكيله جديده من هنا عاوتاني تحت اها كتلقاي دابا 4 الشهور هاد الشيء من هنا هاد الشيء باش بلاتي اخويا زهير ها انت من هنايا هذا من هنايا كتلقاي دابا هاد الخيط هذا الشيء بحال هكا اها كيكون فيه بعض الجوهرات من هنا جوج من هنا وجوج من هنا فوالا من كل جهه فهمت علاش حيت هاد الخيط هذا مدوبل حنا باش نديرو وحده هنا درنا بدنا الستيل ودرنا لهم هاد الطريقه فوالا وحتى الطريقه ديال الحزيم ديالو كتعجبني عمليه سهله كتصاوبو كنصاوبو غير بوحدي ماشي بحال داك الاول هذا ديال هادي اللي عندي انا في هاد الخميسه حيت دابا باش نقيس لكم خزرو الى قدها لك هادي اللي بوحدك كتصاوبيها وموديل رائع وكاع اللوينات متوفرين فيه بلاتي وكيبقى نوريه لهم كيبقى 700 درهم البنات نعاود نقربو لكم ها هو ها انتم 700 درهم انا غنلبسو دابا ونوريه لكم ها انتم البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي داير في الايد تيجي فريمون زويون كنذكر كاع اللوينات متوفرين فيه بغيتو شي لوين نتوما عاجبكم مثلا ماغون يود بياض مثلا يعني كتطلبوه منه كيكون سيغ كوموند هادو دابا اللي متوفرين اللوينات اللي متوفرين رويتهم ليكم وكيبقاو ب 700 درهم فقط هذا بوندونتيف ديال الذهب مع الكوردون دو ما وبالنسبه للحجيرات ديال الجوهر شفتوا دابا غادي نوريكم البنات السنيسلات حتى هما شكيلات كاينين رائعين كاين هادو 350 درهم شوفوا كيفاش كيجيو دايرين كنذكر دائما الذهب 18 كارا 350 كاين هادي ديال العوينه كاين هادي ديال الكودو هاد القطيره ديال الماء ولا الدميعه شتو 350 درهم كاين هادو كيديروا 500 درهم هانتوما الفرق بيناتهم ان سنيسلا غلط وتا هاد الحجيرات تيكونوا كبار شتو 500 درهم هادو شوف كيفاش كيجيو دايرين رائعين كاين تاني هادي ب 550 درهم شوفوا كتجي فيها السنيسلا وكيجيو فيها جوج ديال لي بول بالذهب بالذهب الاصفر وبول كبيره بالذهب كيف ما كتشوفوا معايا الابيض نتمنى تكون باينه لكم ها نتوما شفتوا كيفاش كتجي دايره الثمن ديالها 550 درهم 550 درهم كاين تاني هادو هاد السنيسله ديال الخريشيشات اللي عليهم اقبال كبير جدا شفتوا كيبقاو ب 650 درهم كانوا كانوا 700 700 يعني هو الذهب ملي طاح شويه حتى هو طيح يعني في الاثمنه كيف ما كتشوفوا معايا 650 درهم كيجيوهم بحال هكا خريشيشات كيجيو غزالين في العنق وممكن ديرهم حتى خريشيشات في الايد كيجيو زوينين يعني كيزيد لكم غير واحد الحجير غير واحد تزيد لكم غير واشي كتسمى هذيك الخريصه خريصه فوالا كيزيد لكم واحد الخريصه ممكن تستعملوها كغورميت وممكن زعما داك الغورميت ديال الخريشيشات اولا ممكن ديروها سنيسله ديال العنق 650 درهم باش كيبقاو كاين هادو كيجيو كبر منهم شويه الثمن ديالهم 700 درهم وحتى بالنسبه لي بوندونتيف تيجيو كبر كيف ما تيبان لكم ها نتوما شتو لي بوندونتيف وقاسحين كيبقاو ب 700 درهم كاين هادو تاني الثمن ديالهم 900 درهم كنذكر ان التوصيل دائما كنقولها التوصيل في كازا 20 درهم يعني الا عجبك شي ارتيكل وما بغيتيش ديبلاصاي كتواصلي مع خويا زهير كيصيفط لك ليفرور بالامانه ديالك حتى للدار كتزيدي فقط 20 درهم ديال لا ليفريزون وبالنسبه للمدن الاخرى فكتخلصوا ما بين 40 حتى ل 50 درهم في امانه شفتوا كاين تاني هاد الشكل هذا من الموديلات اللي كيحمقوا فيها هنايا كيف ما كتشوفوا بحال كوكياجا اولا بحال هذيك الحبه ديال القهوه شفتوا 1700 درهم 1700 درهم فنين كاين بحال دابا هادي على شكل في ب 500 درهم شوفوا كيفاش كتجي دايره هذا راه ياك هذا بحال الجوهر ياك هاد في هادي هادو ذهب هادو خريصات هادو لا هذا هاد في هادي هادوك حجرات حجرات شفتوا كيجيو حجرات وكيجي فيها السنسله وكيجي فيها ثلاثه ديال الكرات فوالا كيبان ذهب كتبان بحال كلها ذهب شفتوا وثمن زوين 500 درهم باش كتبقى كاين بحال هادي شوفوا معايا في هاد البنيته هادي جالسه في هاد الهلال هنايا وكاين هزه بحال هنايا دي بحال بالونات هنايا كيف ما كتشوفوا معايا 2200 درهم 2200 درهم كاع لي بيدجي متوفرين تبارك الله في المحل كاينه بحال مثلا هادي دايره 1850 1850 درهم كاين تاني هادي دايره 1400 درهم 1400 درهم فنه شتو كاينه هادي تاني هادي 1400 درهم كما كيبان لكم راه دوبل شان بحال كتجي وحده مع وحده عاد فيها الخريشيشات كاين تاني هادي بحال دابا هادي 1000 درهم شوفوا كيفاش كتجي دايره 1000 درهم
فوالا، وكاينه هذه ب 2500 درهم، يعني كاع لي بيدجي كاينين كيف ما كتشوفوا ريتكم من 350 درهم. سنيسلات من 350 درهم. كاين بحال دابا هذه، شوفوا معايا فوالا، هذه 1700، وهادو هما اللي ب 1000 درهم بجوج. هذيك 1000 درهم فوالا، 1000 درهم شفتوا. وهذه اللي كتجي فيها الخريشيشات وحتى هي كتجي دوبل شين، كتبقى ب 1700 درهم. هانتوما راه كتجي تبارك الله طويله، 1700 درهم. غادي نكمل لكم البنات هنايا في سنيسلات، شوفوا معايا هذه كتبقى ب 1950، انا نقصت شويه الضوء باش يلاه يبان لكم لي زارتيكل. 1950 درهم، كتجي بحال وريضه في وسط وريضه، تقريبا بحال الموديل ديال فان كليف. وكاينه هذه كتبقى ب 1700 درهم، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره، 1700 درهم. كاين ثاني هذا الموديل، هذا 700 درهم، كان 750، دابا غيبقى ب 700 درهم. حتى هو فيه لي بوندونتيف قاسحين، فيه خمسه ديال لي بوندونتيف والسنيسله. كنذكر دائما ذهب 18 كاره، كيبقى ب 700 درهم هذا لو موديل. هذا كاين ثاني موديلات اخرين جاو في سنيسلات، شوفوا بحال دابا هذه ديال الكوغ، شفتوا كتبقى ب 1650. كاينه هذه كتحمق، هذه سورتو مع داك الخاتم ديال المغياج ديما كنوري لكم، كتجي تقريبا بحال ستيل ديال، كتجي بحال سيغتي ديامون، كيجي بحال فيها ديامون، كتبقى ب 1500. وكاينه هذه اللي بالقلب والساروت، 1750 درهم، 1750 درهم. ثاني ملي كود كوغ الغزالي اللي عجبوني هو هاد السنيسله هذه، انا كنت كنصحابهم جوج، يعني كل وحده ثمنها، هما راه ملاصقين مع بعضياتهم ب 1750 درهم. هذه راه ماشي جوهر، هذه نيت يعني كيف كنقولوا حنا طريف ديال الذهب بحال هكا، شفتوا على شكل في، وعاد فيها هنا الحجيره، كتبقى ب 1750 درهم، كيجيو كيحمقوا. شوفوا ثاني معايا هنايا بحال دابا هذه، الله اكبر، دايره 1800 درهم. كاينه هذه اللي كتجي بحال شكل ديال اليونس كبيره، المهم بحال دائره فيها وريضه، فيها سنيسله فيها ديبول، ب 2350 درهم. وكاينه هذه فنه هي، شوفوا كيفاش كتجي دايره، كل هذه ديبول هكا، كتجي كيف ما كنقولوا حنا ناعمه كيوت، 600 درهم. اللي كتبغي شي حاجه تري تري سامبل، 600 درهم. نكمل معكم، شوفوا ثاني معايا هذه اللي فيها ان دوفان هنايا مع ان بيتي كوغ، ب 1650 درهم. وكاين هذه اللي فيها سنيسله غليظه، فيها الكويرات ديال الذهب كيف ما كتشوفوا معايا، وعاده فيها ديبوندونتيف هكا ديال الذهب، فنه شفتوا. هذه بشحال كتبقى خويا زهير؟ هذه ما فيهاش الثمن، هذه بحالها حتى هي 1650، فنه البنات، شوف 1650 درهم، 1650 درهم لي دوب، هذه 1650 وهذه 1650. كاين ثاني هذه، شوفوا معايا هذا الموديل، 1250 درهم، 1250 درهم. وكيجي هذا الموديل، هذا غزال، هذا بالنسبه لنوفو ماريي، الناس اللي يلاه مخطوبين، فنيونه غزاله، 2100 درهم. هانتوما كيفاش كتجي دايره غزاله، 2100 درهم. غنكمل معكم البنات هنا كيف ما كتشوفوا معايا، كاين ثاني هاد السنيسله اللي فيها ثلاثة، وقلت لي هذيك قليله، ياك مطلوبه عليها الطلب، كتجي فنه فيها ثلاثة، كتجي تريبل شين، كل شين بيان سور بلي بوندونتيف ديالها ديال الخريشيشات، والثمن ديالها كتبقى ب 2600 درهم، 2600 درهم. كنتمنى يكون باين لكم، هذه كتجي غزاله، ولي بوندونتيف راه كيجيو قاسحين البنات، شفتوا الستيل ديالها كيفاش كتجي فنيونه. كاين ثاني واحد لو موديل عجبني، ها هو فيه الساروت ديال السويرتات، دوك السويرتات بالحجيرات، فخمسه ديال السويرتات، غير انا مدوره عليها هذه، راه كتجي طويله، 1700 درهم، 1700 درهم. كاين هذه حتى هي كتجي غزاله، هانتوما هذه فيها كيف ما كتشوفوا، مع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سنيسلة، فيها خمسة ديال النجيمات، والنجيمات كيجيو سيغتي بالحجيرات، والثمن 2400 درهم، 2400 درهم. وعاد كاينه هذه، هذا الموديل اللي يلاه خرج دابا وعليه الطلب، شفتوا كيجي بحال داك الفيلول تقريبا، 3700 درهم. كتجي سنيسله تبارك الله غليظه شوباغ، وكيجي فيها جوج ديال لي بوندونتيف كبار، جوج صغار عفوا، وواحد كبير. هانتوما قلت لكم كبير، صافي دي راك كبير برنيت، هانتوما 3700 درهم. وهنا غادي نوريكم البنات الحلقات اللي متوفرين حاليا عند خويا زهير، بيان سور كاين بحال هاد الموديلات اللي كيجيو طوال، هانتوما غنعطيكم غير اثمنه تقريبيه، لان البنات ميمكنش لينا نعبروا كلشي دابا حاليا، وسورتو انا كيجيو كليان وكيبغيو يدخلوا،
فهانتوما كاين بحال هادو تقريبا الطوال شحال ديال الثمن ديالهم؟ عطيني غير اثمنه تقريبيه ما بين كذا وكذا. تقريبا 2700 درهم. 2700 درهم تقريبا. 2200. هادو 2200 وهادو 2700 حيت هادو فيهم لي بول فيهم كرات كيف ما كتشوفوا معايا تقال. فيهم هذا حتى هو هذا كله بحال اون باكيت هنايا ديال الذهب. شفتوا 2700 درهم كاين غنجي لكم من هنايا. بالنسبه كاين لي ستيل هادي ديال الفيعه ديال هاد السيربون هنا كاين ديال شانيل. كاين هادو اللي كيجوز تقريبا ستيل بلديين ما فيهمش الحجيرات. كاين ديال جاكوار شفتوا. كاين هادو ديال كارتي اولا ديال غافينيتي عفوا. كاين هادو تاع جاكوار ثاني ستيل اخر اللي كيجيو بحال هكا هابطين شفتوا. فنين فنين فنين. كاين هادو اللي شفتوا الناس وريتكم لا غورميت ديالهم وريتهم السنيسله. هادو دابا حلقات كتجي بحال كوكياجا اولا ديك الحبه ديال القهوه شفتوا فنيونين. كاين هادو ثاني ديال 3 دي اللي وريتكم لي غورميت ديالهم قبيله والخويتمات ديالهم. كاين ديال فان كليف كاين ديال البنانة على قلت الله اكبر. كاين هاد الحجيرات هادو هنايا فوالا. انا غنختم دابا داكشي باش ما غنقطعش. هانتوما البنات كاين هذا باش نوريكم بعجاله البنيات البنات البنيات البنيات قلت لهم البنيتات شفتوا فني انت. هادو كاين هادو كبر منهم شويه. هانتوما الستيلات اللي غنوريكم هانتوما. شوفوا معايا هاد الموديل ثاني شحال غزال. هاد الموديل راقي جدا. اللي كتبغي شي حاجه حسبيه سامبل حتى هما كاينين. شوفوا معايا ديال الوريدات والاثمنه ابتداء مناش تلاش غير باش ياخذوا فكره مناش. بحال دابا هادو عاقلين عليهم كيديروا 1400 درهم هنا هذه 1050 درهم. 1050 فنين هادو تاع 1050. هادو 1900. هادو كبارين هادو راه ديال كارتيه البنات كبارين. بحال هادو دابا كيديروا 1100 درهم. 1100 درهم دابا راه كيشوف على حساب بعيب العين وداكشي اللي عقل عليه. هادو كيديروا شي 1700 درهم. هادو ديال شانيل غلاضين 2700. هادو 1700 تما. هادو شي 3500 درهم. 3500 شتو الحلقات اللي بغيت نوصل الانسان راه دابا ديما كيكونوا هما تقل من الخاتم تقل من السلسلات تقل علاش كيكونوا جوج بياسات حيت شحال واحد كتقول لك حلقات حلقات راه ديما كيكونوا زايدين الخاتم تيكون بياسه ومرات تيكونوا فواد. صح شتو اللي ما شي حاجه مرحبا بيه تبارك الله عليك. شتو هانتوما شكيلات نوريكم كلشي اللي كاين. لا مرحبا. وكما قلتي طيطي هنا واحد الفكره ان شاء الله دابا نقدروا نديرو كما كل سيمانه نديرو. انا اقترحت عليه قلت له ياك قلنا كل سيمانه بحال دابا باش السيدات مثلا نديرو حلقه خاصه غير بالحلقات حلقات من اقل حاجه حتى حتى الاكبر حاجه واغلى حاجه. مره اخرى نديرو غير في الخويتمات ديال المارياج والخويتمات ديال كل نهار. مره اخرى نديرو في سريتلات. مره اخرى نديرو يعني غنبقى ندير لكم هكا حلقات باش نتوما حتى السيده تدخل الفيديو قاصده تعرف اشنو كاين في السوق والثمن ديال كل حاجه. فوالا ندير لكم هكا تيكونوا دي كابسول بحال دي كابسول تيكونوا صغار وتيكونوا فيهم تنركزوا على حاجه وحده على ارتيكل واحد. يعني غير الحلقات مثلا هذا مثلا كون جيت درت لكم فيديو فيه 10 دقائق فيه غير الحلقات كانت غادي تجينا بالنسبه ليا فيديو مفيد. وان شاء الله غنحاول باذن الله نخدموا عليهم ان شاء الله في الحلقات الله الجايه. الله يحفظك اخويا زهير. وكنعاود نذكر انكم كتسدوا غير الجمعه فقط. كديروا الارسال في كازا ب 20 درهم خارج كازا 40 درهم 50 درهم فوالا شفتوا. والذهب 18 كارة دائما. فإلا عجبكم الفيديو البنات ما تنساوناش كيف ما كنقول لكم دائما من جام 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 وبارطاج. حاولت في هذه الحلقه تكون حلقه شامله نوريكم شويه 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 من الحاجه. بالنسبه للفوق راه كاين مازال بزاف ديال السنيسلات قبيله ما وريناهمش. كاين بحال دابا هاد لو سوطوار حتى هو راه كاين متوفر عنده. كاين بزاف كاين فريمون كاين سريتلات يعني شحال من حاجه ما وريناهاش. المهم حاولنا غير ندير لكم بعجاله الجديد اللي متوفر في المحل. بغيت نوريها لكم عاوتاني جابها خويا زهير. هي هاد لاشين هادي كتجي كبيره كبيره كيف ما كتشوفوا معايا. ممكن ديري فيها بوندونتيف هانتوما عفوا ماشي شان هادي شان والبغاسلي ديالها اللي كانت ديك المره قيسات كوثر. يلاه جاو عاوتاني من الجديد يلاه دخل المحل. بشحال كيبقاو بجوج ب 14000 درهم ذهب 18 كره. كنعاود نذكر كتجي هكا سنيسله بحال هكا غليظه تبارك الله مع البغاز مع لا غورميت ديالها ب 14000 درهم. كاينه البنات حتى هذا الموديل هذا من الجديد يلاه دخل دابا المحل عند خويا زهير كيبقى ب 3000 درهم. كتجي بحال ستيل ديال البنانه ولكن سامبل. الناس اللي ما كيبغوش الحجيرات الناس اللي ما كتبغيش الحجر فهذا موديل كتجي نصو بغاسلي ونصو غورميت. والثمن كيف ما قلت لكم كيبقى 3000 درهم 3000 درهم.
وكاين البنات حتى هذا لو موديل حتى هو يلاه دخل المحل وريتكم ديال 1300 هذه خريشيشات كيبقى الثمن ديالها شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره 2200 درهم 2200 درهم كتجي على هذا الشكل شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره نتمنى يكون باين لكم جيت هاد البلاصه فيها الضوء باش يبان لكم الشكل 2200 درهم مرة اخرى كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ولاقى الاستحسان ديالكم بالنسبه للناس اول مره كيشوفوا القناه فما تردوش انكم تابوناو الى عجبتكم بيان سيغ تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل ما هو جديد كنتسنى التعاليق ديالكم والاقتراحات ديالكم بيان سيغ غادي نقول لكم بالسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد